بك نوفل الورتيني معنا في برج المهدية. اليوم نحب ناخذ انطباعاتك على المهدية وتقول لنا شقول لك في العرض. والله انا قلت ستين ديكوفيرت المهدية اول مرة نجي مع تجيدها من العشية بالعاني اكسبريم شيب حاوس فيها ستين ديكوفيرت معناتها بلاد كالم برشا مزيانة برشا محتاجة لهوة اكثر وقالوا لي حكيت نحكي مع اهلها قالوا لي قبل كانت نظيفة اكثر ودنيا معناتها محتاجة لهوة اكثر اما فيها طبيعة هيلة فيها ناس طيبين على الاخر كالم برشا دونك عجبتني ان كود كور فريمون كبير برشا ديجا قررت باش نرجع باش نعدي بارتي من الصيف لهنا في جويليا والعرض سي بيان جمهور هايل برشا ريسبتيف يجيك بجمهور اللي يشجعك معناتها تحس وجاي باش يعمل جو عائلات محلاهم معناتها اون امبيونس هايله ممتازه معناها تشجع انت باش نزيدو نعملو ديزيفينمون هكا والله ماذا بيا نعرف اللي المهديه ناقصه ديزيفينمون ان شاء الله معناتها ان شاء الله ان شاء الله حتى الخواص اللي يحبوا يعملوا ديزيفينمون يشجعوهم يعاونوهم معناتها مي اهالي المهدية نحسهم عاطشين يحبوا يخرجوا يحبوا يفرهدوا ناقصه شويه. تعاود تجينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حتى مع الاولاد جاي كريمه نقبل اي عرض اخر ان شاء الله فما حتى مشكل وين باش نرجع حتى تيدر بيرسونيل باش نصيف هنا ان شاء الله. مرحبا بك. عايشك لالا ميرسي. بون ليفينمون طايره برشا انا ما جيتش باش نعمل سبكتاكل ما جيتش نعمل باش ناخذ يدي على المهدية اول مره نجي دونك بالرسمي يعني بلاد محلاها على الاخر وعبادها يعني محلاهم على الاخر خاطر فرحوا بينا على الاخر فهمتني رغم اني ما عندي حد شيء يعني جيت ك مرة جاية مرحبا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعني واحد كي جيت شفت يعني واحد كان ان شاء الله يخدم شي يجي ويعمل عرض ويفرح الناس اللي جات اللي فرحت بيه من غير حد شيء اون بلوس كان تصدمت في يعني في البيزاج وفي اول مرة تجي المهدية اي اول مرة ويعني تبرنتيت بالحق انا احكي لك سانسيرمون من بكري وانا نصور ونبعث لاصحابي شوف المهديه تقول صاحبي قال اسبانيا قلت له والله ليه المهديه فهمتني وانا نبعث تيرمون يعني بلاصه مزيانه ومحلاها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تولي يعني نولوا مهرجان المهديه نسمو به ديما ان شاء الله مرحبا والجمهور نتاع المهديه اش قولك فيه؟ سامحني الجمهور نتاع المهديه الجمهور نتاع المهديه اكسبسيونيل محلاه يعني ومخلط ولا يعني عائلات ودي جون وتبارك الله يعني هيك تسمع يعني عاملين جو على الاخر وان بليس كاني بالرسمي الناس يعني تحب تفرح وديجا توصل الكل هي تستنى باش تفرهدوا وزيد حتى المهدويه بيدهم يحكيوا لي كو هكاني المهديه كالم في الشتاء برشا ويستناو الصيف باش يعملوا جو فهمت فازه دونك ان شاء الله ديما يومهم زينه وان شاء الله عيدهم مبروك الساعه وان شاء الله يومهم كل عيد. عايشك مرحبا بك. ميرسي.